عسلامة الناس كل نوفيل فيديو نوفيل فيديو والله الحقيقة الاسم متاعها ليبيري لو ميدسان كي اون فو اللي هو اسم كتاب اون فيت بالعاني حطيت الاسم هذايا بور فو دوني انفي دالي فيغ سو ليفغ وما فماش كان الكتاب هذايا وعلاش الكتاب هذايا بالذات ليبيري لو ميدسان كي اون فو حاب يقول كل واحد طبيب روحو نقولو احنا في الحقيقة كيفاش بدات الحكاية كلمتني هي مش مرا برك برشا صارت لي وغيسامون الجمعة هذه زوز معناتها من الناس فما مرا معناتها قالت لي نحب نستشيرك دكتورة الساعة قلت لها لي اتونسيو راني انا مش طبيبة فهمت برشا عباد يسخيبوني طبيبة خاطر نحكي على البسيكولوجي وكل شيء راهو مش طبيبة معناها مانيش عاملة فورماسيون مي سوسي نونبيش با دو ليغ دي ليفغ D'accord? Et c'est ça, l'information la plus importante. ويتعب ياسر في التعليم خاطر ما عندوش الفوكاسيون هو اختار التعليم سورتو خاطر مثلا مش في بالو الصيف الصيف مرتاحين برشا عباد عندهم الفكره هذه في الصيف مرتاحين دونك ناخذ التعليم فهمت ليرا كل خدمه نورمالمون فما فوكاسيون فهمت فوكاسيون دونك قداش من طبيب ما عندوش فوكاسيون وقداش من بروف ما عندوش فوكاسيون اتسيتيرا دونك توا انا شنو المعلومه اللي نحب نعديها لك كانوا توا في عصر الانترنت كل حد فيك كل حد فينا ينجم يولي طبيب روحو مش معناه ما تمشيش للطبيب ولا عندك وجيعة تسكت عليها لا لا رد بالك ركز معايا اصلا انت حتى كي تمشي للطبيب مش الطبيب اللي باش يقولك شنية سبب الوجيعة الطبيب باش يعطيك ورقة تمشي تعمل ايكوغرافي اي رام اناليز خاطر هو الطبيب بشر كيفك راه عنده معلومات معلومات هذيك توا سي سا لو غران شانجمون دون نوتر في موجوده في الانترنت مي بيان سور كل قدير وقدرو انت على قدر فهمك للفرنسي ولا الانجلي وفهمك للبيوشيمي اون جينيرال باش تجيك صعيبه ولا سهله الحكايه فهمت والناس اللي تفهم غولاتيفمون بالفرنسي ولا عندها فورماسيون سيانتيفيك فهمت كي باش تدخل الانترنت وتقرا حاجات معينه تفهم اما حتى كلمات ما تفهمهمش تلقاهم مسطرين تمشي تلقاهم في بلاصه اخرى في بالك توا راهو فما حتى دي سيت ويب ما تقراو بهم الطب فيدال مثلا لكتابك اللي الطبيب يحلو باش يشوف شنو الدويات موجود في الانترنت وفما دي سيت انترنت سبيسياليزي بور لي زانفيرمي مثلا بور لي سوان دو برومي سوكور وفيهم حتى تصاور مع تسعات تصاور شوكون تلقى التصويره فلوتي شوي لازمك تنزل عليها تقول له اي راني نحب نشوف مثلا نعرفش انا دماله ولا جرح ولا فهمت كل شيء والله العظيم انا جو لي ديجا راكونتي اي جو لو رو راكونت دو بون كور باش ان شاء الله يا ربي ننصح العباد انا الى فالو تصير لي دي بروبليم دو سونتي فهمت ناخذ دواء اللي هو مش انديكي تقول انت سو كيفي بنتي ولدتها بريماتوري انا ما نعرفش من بعد كيف كيف بنتي عملت عملي وانا فقت بالمشكله وانا اللي هزيتها في الوقت خاطر سينو ممكن راهي معناتها فوالا وكيفاش فقت بالمشكله عندي كتابك الكتب نتاع كيستيون او بيدياتر انا ملي جبت اولادي ملي هما بابيات نشري ونقرا فهمت نقرا كيستيون او بيدياتر وتو مش لازم تقرا تو موجود دي سيت ويب كتبت انا ليست نعطيكم اسامي دي سيت ويب ومش كان هذوما معبي الدنيا فهمت دونك علاش الفيديو اسمها ليبيري لو ميديسان كي ايتون فو باش انت تولي حر ولا حره في القرارات لي ديسيزيون ثيرابوتيك كو تو بران قداش من انا بخلاف حكايه بنتي والعمليه وكل شيء يا با تري لونتون معناها جي سوبي تقول انت مش اون انترفونسيون شيروجيكال تي معناها حاسيلو بالكلينيك وبالبنج وكل شيء خاطر ماشي في بالي حاجه معينه والطبيب مشي في حاجه معينه وكل شيء كل شيء والتصاور وكل مش ظاهر دونك يلزمنا نشوفه من الداخل بالبنج دونك باهي بعدين وطلع قال لي وما فما شيء ومن قال لي نعملوا عمليه وبعد الحصل بعد خذيت وقتي انا فهمت شوف كارت سور انترنت نكتب لي مو كلي فهمت ونقرا نقرا اصل انا حتى كي مشيت للطبيب من بعد قلت له تطلعش كذا فهمت خسر لي قلت كذا منين تعرف قال لي لا في كذا فما سمبتوم الفلاني وهذا ما فماش قلت صحيح خاطر قريته ما
وفرتهم لي بوسيبيليتي نتاع ريت الحاجه اللي عندي قريتهم الكل لي زارتيكل الكل باش نفهم شنو لو تروك شنو فهمت. ابخي مش الطبيب اللي باش يعطيك الرسمي راه الاناليز التحليل ليكو لي ار ام الراديو فهمت خاطر هو بشر كيف كيفو. فما ماكينات اليوم اللي هي تنجم تعمل تحليل باش تفهم شنو اللي صاير. دونك انا مش ما نطولش عليكم في الاخر فهمت شنو هي الحاجه اللي عندي واللي انا كنت نجم نداويها تري تري سامبلومون افيك ماني دي سامبل وي ليسونسييل من غير ما نخلي روحي حالتي تتطور لك الوقت لك الحد هذاك وتولي معناتها فما كومبليكاسيون كل شيء. جو نفي با لي دون لي ديتاي باسكو سي بريفي وكل حد هذه اموره. مي فوالا قلت لازم نعملها الفيديو باش نبارطاجي وانا جو سوي سور الناس كل عندها في حياتها في الباسي نتاعها في اولادها في عائلتها حاجه كي من هكا. دونك المراه هذه اللي كلمتني فما المراه الاخرانيه من فسرت قلت لها راني مشني دكتوره قالت لي انا عندي ثقه في كلامك وكل شيء ما تعطيش الثقه. قلت لها تعطيش الثقه اليوم فما انترنت فما المعلومات الكل تعطيش ثقة فهمت. امشي انت لوج على المعلومة تو سورتو النساء معناتها والعباد اللي قارين تو انت عديت عمرك تقرا وتحفظ في جغرافيا المغرب العربي ديما نحكي على هذه بلي ما تغشوش للسيفا نتاع الجغرافيا فهمت تحفظ في رجلك ليزيكواسيون وكلمات ودرا شنو ولي تيوري والهم معناتها وحنا سورتو اللي نقريو في التعليم العالي قرايه قرايه لين تطلع من مخك فهمت. يا اخي يا رسول الله ما تعطيش شويه وقت لروحك انت كان تقعد شهر تعدي شهر تقرا باش تفهم شنو المرض ولا شنو الاعراض اللي عندك وهدره فارغه شنو شهر بحث السنين اللي عديتهم انت وانت قاعده كي كعبه الغريبه في الكوليج وفي الليسي وفي الفاك وهو البروف يكتب في التابلو وانت تحفظ فيك البوليكوب اللي هي حاجات اغلبيتها ما تصلح لكش في خدمتك صح ولا دونك حتى كان تقعد شهر كامل شهر تقرا في الانترنت باش تفهم شنو اللي عندك والله العظيم هدره فارغه. يا اخي ما تخسرش على روحك شويه وقت تقرا باش تفهم شنو اللي عندك انت حتى فينونسيغمون ممكن كنت باش تتكلف لك الحكايه ما نعرفش قداش من مليون خاطر ما هو زاد سيت اون اندستري الميديسين ما خلينا نكونوا واضحين ما لازمك تفهم الحكايه هذه تو انا مش باش نعطي ديزيكزامبل باش انت ما باش فوالا بوغ با انفلونسي لي جون اما راهو 70,000 مره انت تمشي للطبيب يقول لك برا اعمل كذا اعمل كذا باش الكلهم يخدموا فهمت لي لابو الكلهم ولي راديو الكل. اتونسيون جو ندي با كو سي اون موفيز شوز بارفوا سي نيسيسير justement c'est un dosage très très subtil وقد ما تكون انت فاهمه واعيه قد ما تولي انت tu as le pouvoir كيما ديما نقولها la connaissance c'est le pouvoir خاطر مش الطب الكل ils sont bienveillants فهمت وما فماش كونكور ولا نوت نتاع بيان تو واحد باش يسوق الكهرباء في الشارع ياخذ بيرمي يلزمو ياخذ بيرمي باش يسوق الكهرباء داكور. الطبيب ما ياخذش بيرمي نتاع بيانفيونس شنو بيانفيونس معناها يعاملك كبشر مش باش تجيب تعطي معناتها فلوس ودواء وباش تعمل عمليه وفلوس فهمت. Ils sont très rares les médecins et les pharmaciens qui sont bienveillants فهمت. Donc انتي اقرا اعطي وقت لروحك باش تقرا وباش تفهم. نرجع دونك للمراه حسي اخوها عنده مشكلة صحية فهمت مشكلة كبيرة وما فهموش وفوالا ودخلوا للسبيطار من الاول بالسيف وبعد هو مسكين معناها تعب ياسر وهي مش فاهمة شنو اللي عنده بالضبط والله معناتها عرفت قالت لي انت شنو قلت لها انا نجمش نعطيك شنو رايي انا انت هاو اقرا وشوف ودليلك ملك كيما نقولوا فهمت بوغ بروندغ لا ديسيزيون شوازيغ طون باركور ثيرابوتيك فهمت شوازيغ انا هاو المعلومات اللي عندي انا شنو نعرف وانا اللي نعرفه جبته من كيف من الانترنت اللي هو الانترنت اونكور اون فوا نحلو بارونتيز فيه كل شيء كيما في الشارع. دونك انت مش تدخل هكا اي بلوك تقرا كلمتين معناها هذاك هو لا فهمت تشوف تو كي قلت لك فيدال مثلا نتاع الدويات تقرا في صعيب شويه صحيح صعيب شويه مو انت سايس روحك. فما مثلا دوكتيسيمو ساهل لي زارتيكل اللي فيه غران بوبليك فما باسبور سونتي طياره زيد لي زارتيكل اللي فيه غران بوبليك فما زيد سونتي ناتور انوفاسيون
عندهم بلانت اي بيانيتر مثلا، فهمت؟ فما برشا هك معناها لازمك تدخل دي سيت دو ريفيرونس، فهمت؟ دونك قلت لها انا شو نعرف انتي امشي اقرا، وسعوا بالكم اقراوا باش تعملوا تعرفوا انتوما كيل سون لي ميور ديسيزيون ا بروندر. دوزيام اكزامبل، كلمتني امراه كيف كيف قالت لي كاريمون راني جي ان كونسير وجي في ان باركور ثيرابوتيك هكا وهكا وكل. قالت لي عملنا فيديو شنو هي المعلومات؟ قلت لها لي راه ما نحبش ناثر عليك، اما انا هاو نجم نعطيك عناوين مثلا كتاب مازالك خرج في فرنسا، وانا عندي الكتاب واللي حاب نبعثه له نبعثه له، داكورتو؟ اسمه لو كونسير كريز انرجيتيك، في قراءة مش جديدة، مختلفة تماما على القراءات القديمة، خاطر كيما قلنا في لي دومين الكل راهو فما ايكونومي، معناها فما فلوس، معناها ايجا نداويك كذا ايجا كذا، سي اون اندستري، نكونو واضحين، فهمت؟ مش معناها الدواء خايب، لا، معناها انت لازمك تفهم وتعرف وين تمشي. دونك الطبيبة هذه هي طبيبة كتبتو الكتاب هذا لو كونسير كريس انرجيتيك، فهمت؟ تفسر البيوشيمي سيلولير وعلاش السيلول تولي معناتها ال دوفيان اون سيلول كونسيروز، وشنو هما لي فاكتور دونفيرونمون، والعلاقة بالماكلة والعلاقة بالسكر، ماكلة السكر حاسيلو اون اناليز، اش باش نقولكم شي كبير شي كبير. دونك قلت لها ما خاطر سي دي ديسيزيون بيرسونيل هذوما، بيان سور كيليا دي غيريزون سبونتاني، فما ناس ما تعملش شيميو بكل، موجود في العالم اجمع راه، فهمت؟ مي سو سون اتونسيون دي ديسيزيون تري تري بيرسونيل، فما دي كلينيك في المانيا يداويو بالصيام، في بالك؟ كلينيك دو جون ثيرابوتيك، اما مش الصيام تاعنا تاع ما ناكلوش معناها طريف في النهار، طريف خاطر الناس تضربها قد قد في السحور. ومن بعد اللي تاكلوا في العشاء اكثر من اللي تاكلوا في العاده، هذاك مش الصيام، راه نكونوا واضحين جمله، الصيام بالحق 7 ايام قالك جون الو مثلا ولا جو دو ليغوم، فهمت؟ حاسي لو سويفي ودي ميدسان وكل شيء، وقالك يوصلوا يداويو به، معناتها حاجات ما تجيش لبالك انت. من غير ما ندخل في لي ديتاي، امشي انت اكتب جون ثيرابوتيك، اكتب كلينيك مثلا، تلقى دي ديتاي في الانترنت، دي ريفيرونس وكل شيء. Un autre exemple qui me semble assez important. Je regrette à l'heure li ana ki kont habla ma kontch naqra al mawdi' al mawdi' hadi, je n'étais pas informée, j'ai subi la grossesse. Femta. Et j'ai subi l'accouchement. Ou amlou ma habou. Fhamt. Men ba'd qatni kifira kont w ana al qraya nta rabbi el kol qrita, fhamt? Ou amelt el dawa w el tez w el wa'd w inaya tla't men el qraya. وما قريتش كتب على الجروسيس، وما قريتش كتب على الاكوشمون، تي مش حتى كتب دي سيت في دي زارتيكل في الانترنت، ما تو سوبي لو تروك، ماكش فاهم حد شيء، تمشي للطبيب هو يقول وانت تنفذ، ولا كوشمون عاد ما عندك حتى تعرفش، تدخل كي يقولوا لك تو يعملوا فيك شي يحبوا هما زادا، وبرشا حاجات راهي مش قانونيه يبداو يعملوا فيها، فهمت؟ من غير ما ندخل في لي ديتاي. وانت في حاجه مثلا تفكرها كيفاش الصغير دوب ما يخرج من كرشه ويهزوه، هزو يلفوه بيان سور باش ينظفوا له ويقيسوا له كل شيء، اما ليه غلط راه قال لك ما تبعدش صغير على امه يزمدو ما يطلع من كرشوم وتحطه فوق امه كيما هو كيما هو، ما كنتش نعرف انا الشيء هذا، دونك عملوا كيما حبوا، وين انا قعدت معناتها محروقه كيفاش ما شفتوش ولدي مثلا، حتى في بنتي زاد مشاكل وكل، قمت خاطر هزوه حطوه وحدهم هما في الكوفاز ولا شنو نورمالمون صغير يخرج من كرشوم ويحطوه فوق صدر امه، فهمتوا؟ من بعد ينظفوه ويعملوا الدنيا الكل، فهمت؟ مي كي يبدا العبد ماهوش انفورمي هلا يعملوا فيك شي يحبوا، خاطرك انت تو با لا كونيسونس. حاسين نتفكر معناها كيفاش قمت في الليل، اصل لانفيرميير لقاتني في الكولوار قالت لي خي كيفاش نجم تقف على ساقيك وتمشي، قمت وحدي وقفت، دخلت تحط في القاعة وتقومت باش مشيت لوجت باش طليت على ولدي، فهمت؟ قعدت في مخي الحكاية، قلت صح كان جيت انا قريت شوية قبل جيتي انفورمي، راني كي ندخل باش نولد نقول اي راني نعرف راني نحب هكا وهكا، تو شوازي، فهمت؟ هو لا مش مرض الولادة، سي با ان باركور ثيرابوتيك، مي تو شوازي، فهمت؟ تختار انت، تختار بناء على معلومات، على كونيسونس، خاطرك قريت، خاطرك تعرف، فهمت؟
Ben, donc, هي الفكره نتاع الفيديو ليبيري لو ميدسان كي ان فو. الكتاب موجود في فرنسا وتقريبا زاد حتى ليبريري الكتاب تجيب راه يكتب من فرنسا سور كوموند. بون الحكايه تتكلف شويه ما سنا غير نفوغ مع الناس هاي تدفع في الفلوس تشري بوت بقداش تشري كابوت بقداش يا اخي ما تصرفش على كتاب ما تشريش كتاب حسيلو. دونك ديمارش اكتيف دو سونتي ننصحك باش انت تاخذ قرارات لروحك اللي هي معناها تخدمك انت فهمت مش تخدم الاقتصاد نتاع الصحه خاطر الصحه راهي اقتصاد كونوا واضحين فهمت انت تفهم الماكله شنو فيها باش تعرف اش تاكل واش ما تاكلش انت تفهم شنو السبور انت تفهم علاقه الستريس بالسيستم ايمونيتير وكيفاش ياثر عليك اتسيتيرا. دونك باغ اكزومبل نوتي لي تيتغ سويفون وانا جو لي نوتي دون لا ديسكريبسيون. فما منهم كتب انا عندي منهم نجم نبعثهم لك فما اللي تنجم تلقاهم في تونس في الكتاب تقريبي راديو كوبوند ليبيري لو ميدسان كي ايتون فو ليفر تري فاسيل داكسي معناها كتبي خطير ياسر ناكسبتي بلو نامبورت كوا دون فوتر اسيت كاتبين وزوز نساء طب زاد فهمت ناكسبتي بلو نامبورت كوا دون فوتر اسيت فهمت ياسر طياره الفكره باسكو سوفون اون مونج نامبورت كوا اون فيت باسكو اون ني با انفورمي فهمي اي كومبري كي تمشي هكا غروند سيرفاس وتقعد في من غير ما نسمي ما لي شين دو ريستورون ودرا شنو مي سي كوا كو تو ا دون لاسيت تو سي سو كو سي انت تعرف شنو هذاك وشنو اللي فيه ومناش متكون كتاب اخر زاد الطياره ياسر تعرف ياسر معناها في فرنسا لي 4000 ميديكامون انوتيل و دونجورو كاريمون كاتبين زاد زوج طب معروفين ياسر بيرنار دو بري وفيليب ايفان وتقريب تقريب كان صدقني ربي فما واحد خرجوه من لوغدغ دي ميدسان على خاطر يدي لا فيريتي اون فيت il dit que beaucoup de médicaments sont inutiles ou dangereux parce que voilà كيما قلت لكم la santé c'est d'abord une industrie hein il faut faire fonctionner les boîtes pharmaceutiques hein. Donc les 4000 médicaments inutiles ou dangereux le cancer crise énergétique قلت لكم عليه كتب ياسر طياره زاد ياسر عجبني du burn out au light in burn out c'est un problème de santé فما ناس تيقف complètement تولي عنده جيعه فما طفله مره الاخرى تكلم فيها هادو بدني الكل يوجع تقول لي وكي نمشي نقرا وهي مش خاطر مش حابه القرايه اللي مشات فيها خاطر عائلتها تحبها تقرا القرايه ذيك وهي ما تحبش بدني الكل يوجع بدني الكل يوجع اي عنده ما عنده اسم اسمه فيبروميالجيرا فهمت عنده اسم مرض عنده اسم بدنك الكل يوجع دونك لازمك تقف وتسمع بدنك وتشوف شنو باش تعمل دي بيرن اوت او لايت ان petite pharmacie familiale de phytothérapie تحفون ياسر الكتاب فهمت petite pharmacie familiale de phytothérapie فهمت كان انت عندك فارماسيان ولا فارماسيان ديما تمشي لورا فما دي فارماسيان سبيسياليست في الفيتو وفي الهوميوباتي زاد فهمت احسن حاجه راه والله العظيم احسن حاجه تقعد باتصال به تسالو شنو نعمل شنو ما نعملش لي كلي دو لا ديتيتيك شينواز هذا يفيدني برشا لي كلي دو لا ديتيتيك شينواز طريقه الماكله مش معناه نوليو ناكلو كيفهم راهو اصلا انا ما ناكلش في الماكله الازياتيك وكمشني مغرومه الحق الصغار يحبوها انا ما تعجبنيش معناها اما لي كلي دو لا ديتيتيك شينواز يفسر لي برينسيپ دو لا ميديسين تراديسيونيل شينواز واللي هما لي ميديسين اورينتال ان جينيرال اي كي اكسبليك معناتها لورغانيزم هومان كوم دابور une énergie qui est en interaction avec les énergies de l'extérieur, avec le froid, avec le vent, avec la chaleur. Ou quel كل élément a une correspondance نتاعو في بدنك مثلا في لي بومون لي رين لو كور ريت كل حاجه في بدنك عندها correspondance énergétique تقول انت avec le monde extérieur. حاسيلو كي تتعلم الشيء هذا تقول سبحان الله النور علم العلم نور والله العظيم والله ودونك تفهم انا برشا حاجات في الماكله معناها كنت هكا من خاطر ما يعرفش العبد ما يعرفش يبدا يقرا يحفظ كور ويعدي اكزامانات وفهمت والحاجات اللي تهمه في حياته بالحق ما قراش عليهم فما حاجات ما تكيني كلهم نتقلق ما تظهر لي عادي هكا كي العباد كي العباد ليه مش كي العباد سيدي كل واحد وعنده الكونستيتيوشن انرجيتيك نتاعو دونك كي وليت نقرا الكتاب هذا معناه ياسر فادني باش نفهم الكونستيتيوشن انرجيتيك ندرا انت يين بلوتو يين ولا بلوتو يونغ وفي الصيف كيفاش وفي الشتاء كيفاش والطاقه نتاعك كيفاش سي لويس الطيارة نجم نبعث لكم اللين تاع الكتاب فوالا سيتي تو بور اجوردي ليبيري لو ميدسان كي ايت ان فو اتونسيون سا نو فو با دير نو با الي كونسولتي ماني نعرف خاطر باش يكتبوا في لي كومونتير ما نمشيوش للطب لا
Ça ne veut pas dire ne pas consulter. Il faut consulter. Surtout si c'est une douleur récurrente ou la hache. Surtout s'il y a une hache héréditaire. Évidemment. Évidemment, il faut consulter. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que donc les amis n'aiment si je consulte. Et nous avons dit que nous avons dit ليك أهم من هذا الكل كونك تكون أنت انفورمي انفورمي أنت تفهم أنت تعرف أنت تاخذ وقت باش تقرا باش تفهم شنو اللي عندك ولا شنو اللي عند أولادك سورتو النساء اللي مثلا عندهم داخلين على حبالة ولا مازالوا كيعرسوا ولا صغارهم مع أولادهم صغار راهو فيك العمر هذاك ما عندكش فكرة أكيل بوان سي امبورطون باش تقرا باش تفهم شنو معناها الصغير كيفاش تتعامل معاه شنو يلزمو ياكل اللي ما نعرفش انا لي دونجي دو سمارت فون معناها كونتيتي دانفورماسيون تري تري امبورطانت اللي انت ماكش تقرا باش تاخذ دبلوم اوني داكور ماكش تقرا باش تاخذ دبلوم اما تقرا باش تحسن حياتك وحياه اولادك سامحوني من دفعه شويه انا خاطر خاطر سي فري معناتها قعدتك حدي معناتها العباد هذوما اللي معناتها قعدتك حدي معناتها فهمت خاطر الانسان كيبدا ما يعرفش كيبدا ما يعرفش كانه يمشي في الشارع عينيه مغمضه راه فهمت يدخل في حيط تصور انت واحد يسكر كرابته ويسوق الكهرباء وعينيه مغمضه تصور انسان ما يعرفش كيف كيف راهو ما يعرفش هو ما يعرفش دونك حل عينيك وقف الكهرباء حل عينيك وامشي انفورم توا ادخل الانترنت واكتب لي موكلي نتاع المرض اللي عندك انت ولا ابوك ولا اخوك ولا ولادك باش تفهم ميرسي الى لا بروشين